شو صار لك؟ أنا مقهورة كتير على زهرة وما فيني شيء من بالي. يا مرت عمي، بدل ما تزعلي عليها دايرة تتعافى وترجع لنا بالسلامة. حرام تساوي هيك بحالك. سامية بسرعة جيبي لي قطنة. إيه بسرعة. عمتو سامية، معلش تحكي لي هالقصة. مو هلا حبيبي، بعدين. يا الله، الجرح كتير غميق يا مريم. لا تخافي مرت عمو، لا تخاف. ماما، مو على أساس تحكي لي قصة؟ ابني مو شايف شو صاير لمرت عمك؟ خلص حبيبي روح، بعدين بحكي لك. ليش هيك دفشتيني عمتو سامية؟ خلص حبيبتي اهدي، لا تخافي، هلأ بيوقف النزف. مو بس ايدي عم تنزف يا بنتي، قلبي كمان عم ينزف على أختي المسكينة، ما شافت يوم حلو طول عمرها معترة وحظها قليل. عمر، شو عم تساوي هون؟ قوم اطلع لبرا، مو شايفني مشغولة؟ اطلع لبرا. أنا كنت جاي لحتى أحمي بنتي وبعد عنكن. بتقوم تتهجم على أمي؟ وبتتركها مرمية على الأرض بين الحياة والموت؟ لك مو حرام عليك؟ مو صحيح، أنا ما تهجمت عليها. هاي وحدة مجنونة وبتكون اجيتها الكريزة، بقى لا تحطوا الحق علي. هي اللي عم تقول عنا مجنونة، بجوز تطلع أمها لحنان. اسمعوني منيح، هاي بنتي وما رح أسمح لكم تضحكوا عليها، بقى روحوا من هون أحسن لكم. أنت اللي عم تضحك على بنتك وعم تحاول تخبي عنا الحقيقة مو نحنا. لك أنو حقيقة هي؟ أنو حقيقة؟ منين طلعتوا لي بهالقصة؟ شو بدكم مني؟ ما بدنا منك غير شغلة واحدة، خليني شوف أختي وأخذها لعند أمي. لك هي مانا أختك، شو مو عم تفهموه؟ طول بالك يا بيك، هلأ بيرتفع ضغطك مرة تانية. طبعاً رح يرتفع، مانك شايفتين شو عم يحكوا؟ بدهم ياخذوا مني بنتي. بنتك؟ بنتك اللي اشتريتها بالمصاري؟ بعدين نحن ما رح ناخذها منك، بدنا نعرف الحقيقة وبس. بدي أتأكد إن أختي مو أكثر. هي مانا أختك، فهمي علي بقى. طالما أنت واثق من حالك ومتأكد إنها بنتك، خلينا نعمل فحص الدي إن إي ونخلص. وإذا طلع الحق معك، بوعدك إنه ما رح تشوف وشنا ولا تسمع صوتنا بنوب. بس إذا طلع الحق معنا، وقتها لازم حنان كمان تعرف الحقيقة وتعرف إنه نحن أخوات. إيه بكفي بقى، بكفي. اسمعوني منيح، هي آخر مرة بنبهكن فيها. إذا دريت إنكن قربتوا على بنتي مرة تانية، ما تلوموا غير حالكن. تهديداتك هي ما رح تخوفنا، وإذا عن جد طلعوا حنان وأليف أخوات، وقتها ما حدا رح يقدر يمنعهم يشوفوا بعض. بسيطة، أنا فرجيكن. مشان الله افتح الباب، هي اختي بدي اياها من حق يشوفها. اختي حنان. هيك ما رح نستفيد شي حبيبتي، بعدين امك لحالها وصار لازم نروح لعندها، بجوز ياخدوها على المصح. أليف، حنان، انا كمان مشغول بالي مثلك وبدي اعرف الحقيقة، لهيك ساعدوني اطلع من هون، بدي اجي معك مشان نساوي فحص الدي ان ايه. بس لحظة حنان، رح جيب السلم ونزلك فورا. قوم على غرفتك يا بيك، انت تعبان ولازم ترتاح لك شوي، يلا قوم. خلص، هاي خلصنا من أول خطوة، وهلأ رح نفتح الصناديق مشان نعرف نتيجة الاقتراع. لهيك رجاء الكل يطلع لبرا وما يضل حدا هون غير المرشحين. معلش تستنونا برا شوي؟ بجوز ما يكون هلا وقت الحكي ولازم نستنى لبعد الفحص، بس في شي من جوا عم بيقلي انك اختي. والقدر جمعنا بطريقة كتير غريبة. والشغلة ما كانت صدفة إنه تمرض أمي وخالتك نعمت بنفس اليوم، بجوز كل هالشي اللي صار كان وسيلة لحتى نلتقي، بجوز ما تطلعي أختي، بس اللي بعرفه إني حبيتك.
حنان خلص بنتي، خلينا نحكي وبوعدك انه ساوي اي شيء بدك اياه. حنان ام حسان، ام حسان علي جنكيز اكباش، هذا الكرجان. علي جنكيز اكباش، هذا الكرجان. علي جنكيز اكباش، هذا الكرجان. هي ما فيها تنزل من الشباك لوحدها. انا قلت لك هالشي من قبل، اذا حنان حطت شغله براسها ما حدا بيقدر يوقف بوشها. اكيد انت اللي ساعدتيها لتهرب، مع اني نبهت عليكي ما تتدخلي. الله يسامحك يا بيك، معقول انا ساوي هالشي من ورا ظهرك؟ لكن كيف قدرت تطلع من البيت اذا مو انت اللي ساعدتيها؟ بجوز حدا غيري هربها. اذا عم تكذبي علي يا ويلك مني، واذا دريت انه الك ايد بطلعت من البيت اليوم دغري رح قلعك وتصفي بالشارع. هاي جزاتي بعد التعب اللي تعبته معك كل هالسنين؟ ما في داعي تقلعني يا بيك، انا رح امشي لحالي، بس قبل ما امشي يا بيك رح ريح ضميري واحكي الحقيقه للبنت. وين كنتي وليه؟ جاوبيني. هربت من الشباك ورحت على المستشفى. على المستشفى؟ رحتي مشان تشوفي هديك المره المجنونه؟ رحت لشوفها، بعدين انا حاسه انك مخبي شيء ولازم اعرف شو هو، لهيك رحت مشان اعمل فحص الدي ان اي. لك بنتي كيف بتساوي هيك شغله؟ كيف؟ معقول ما انك مصدقه اني ابوك الحقيقي يعني؟ لا تحكي هيك بابا، بعدين حتى لو طلع في شيء انا رح ضل اعتبرك ابي. معقول وصلت معك الوقاحه انك تكذبي ابوك كرمال هيك ناس نصابين؟ معقول؟ انت بحياتك ما ضايقتني او مديت ايدك علي، بحياتك ما ضربتني. علي جنكيز اكباش، علي جنكيز اكباش، هذا الكرجان. علي جنكيز اكباش، علي جنكيز اكباش. يعني الفحص نتيجته مضمونة ما هيك؟ طبعاً مضمونة، وهالفحص بالذات غير كل بقية الفحوصات. يعني ما فينا نلاقي شي طريقة نغير فيها نتيجة الفحص؟ حاسس إنه عم تلمح لشي معين، بقى ممكن تشرح لي شو قصدك؟ أنا قصدي إنه بصير خربطة، أو أحياناً بتتغير العينة وهيك بتطلع نتيجة الفحص شي تاني. يا أهل ضيعة النبعة، رح نعلن نتائج الانتخابات، المختار جديد الضيعة. علي جنكيز اكباش. يستاهل يا مختار، يستاهل. يعيش المختار. ان شاء الله الف مبروك. الف الحمد لله انه نجح. الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك يا مختار. الله يخلينا اياك يا مختار. يا اهل ضيعة النبعة، الفضل لكم. انتوا سقتوا فيني وعطيتوني صوتكم، لهيك بدي اتشكركم كلياتكم. برافو يا مختار، ان شاء الله ان شاء الله الله يقدرني لحتى ساعدكم وكون قد السيئه اللي اعطيتوني اياها، وانا بوعدكم يا اهل ضيعتي انه ما خيب ظنكم. الله يخليك يا مختار، اصيل يا مختار اصيل. خلينا نروح. يلا طالما صرت المختار انا المسؤول عن كل اهل الضيعه، والله يقدرني على خدمتكم. يا مختار يا مختار، وحتى الناس اللي ما رضيت تنتخبني بوعدكم انه واقف معهم وساعدهم، وباذن الله كون عند حسن ظن الناس فيني. امين ان شاء الله يا مختار. علي جنكيز، علي جنكيز، علي جنكيز، علي جنكيز، احلى مختار.
أهلا وسهلا فيكم يا ميت. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. كل الحق عليكم، ما ربطتوا منيح لهيك فك الحبل ورجع عباعي. صدقني ربطنا منيح يا أخ، بس اللي صار إنه أجا واحد راعي فك له الحبال. لك أخ من هذا الراعي، لو ما طلع وفك الحبال كنا نحن عم نحتفل هلأ. تفضلي خالة شريفة. تسلموا إيديكي يا بنتي. الله يسلمك. صحة وعافية. هات صحنك مشان اسكب لك عمو حسين. لا يا ابني، يسلموا ايديك، شبعت ان شاء الله دايما يا رب. ما اكلت شي عمو، ليش هيك؟ الظاهر حسين كمان مثل عبده، ما بده شي غير لقمه صغيره تشبعه وخرقه تدفي. شو قصدك خالي فاطمه؟ شو ما دريت بالقصه؟ الاغا عبده عطى جاكيته لواحد راعي واخذ فروته وبداله وطلع ليعيش بين الجبال، ومن وقتها ما عاد رجع. بتذكر انه اجى راعي وفك الحبال تبعي اليوم. المكتوب اللي إجاله خليل كان من واحد راعي. تتذكر حبيبي من أعطاك المكتوب؟ راعي. مين الراعي حبيبي عبدو؟ لا. طيب شو قالك الراعي لما أعطاك إياه؟ حكالي أصلا. خالو يوسف، ما ليش تحكي لي قصة؟ حبيبي اترك خالك هلأ، مو وقتها. شو رأيك نلعب؟ لا ما بدي. إن شاء الله دايما يا مختار. سفرة دايما يا مختار، يسلم إيديك يا خيرية. كلهم مجتمعين هلأ يا آغا، خلينا نأجلها لغير وقت. ما رح نأجلها، بدنا نخوفه لعلي جنكيز ونفهمه إنه ما رح نسكت له حتى لو صار مختار. وشو الفائدة بعد ما صار هو المختار؟ وشو فهمك بهيك شغلات يا حمار؟ ها؟ لازم يفهم علي جنكيز إنه نحن مو خايفين منه أبداً، مشان ما ياخد راحته ويعمل شو ما بده، وإلا بقلعكم كلكم. بدنا نخليه يندم على اليوم اللي صار فيه مختار لهالضيعة. عم تسمعوني؟ شوفوا شغلكم. زينب خليكي وقف. انتوا هدول عمال المنشره وخير، شو بدهم؟ من هدول؟ طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم. عم تحتفلوا لانكم بدكم تقلعونا؟ واذا صرت مختار شو رح نخاف منك؟ لا حبيبي، نحن مو ناويين نقطع برزة حدا ولا نقلع حدا من شغله. لكن ليش تهجمتوا علينا وخانقتونا اليوم؟ تفضلوا ارتاحوا خلونا نحكي. اكرم عيونك، رح نتفضل. حرام عليكم، ليش هيك عملتوا؟ نحن عم نقلكم تفضلوا اقعدوا معنا وانتم عم ترفسوا النعمه، شو هالتصرف هذا؟ الناس ما بتفهموا غير بهالطريقه. اذا مفكر حالك صرت مختار وفيك تقلع الناس من شغلها ايمتى ما بدك، شو راح تعملوا له؟ احكي له شو؟ صحيت ذكرت شغلي. شو؟ انتي متأكدة انه المكتوب يلي كتبه عبده وضاعه مانو مع خليل؟ نوران ومن العين من وشي. اوف، you
يمكن تنصدم لما تعرف الحقيقة، بس أنا واثق إنك ما رح توقع. يمكن تنصدم لما تعرف الحقيقة، بس أنا واثق إنك ما رح توقع. عبدو، وينك؟ احكي لي الحقيقة، احكي لي الحقيقة. على شو عم دوري وليه؟ كنت عم دور على حب وجع راس لأن الخانم راس عم يجع كتير. شو شايفة جاكيتي صيدلية يعني؟ أنا بعرف كيف خليها طيب. يلا أمي قومي، هلا مو وقت النوم، لازم نتصرف ونحل هالمصيبة. خليل مشان الله اتركني. ما راح اتركك امي، لازم تقومي وتصحصحي، بعدين احكي لي وين مخبيه الملفات. شو بدك بالملفات؟ جيبيهن وبعدين بقول لك شو بدي فيهم. انتوا ما بتعرفوا تعيشوا بلا مشاكل، بدل ما تحتفلوا رحتوا قلبتوا خناقه، ومن كم يوم علقتوا بالمنشره كمان، مو هيك؟ يعني لو ما بقينا بالضيعه كانت رح تكبر المشكله وتوصل للقتل كمان. بس دواكن عندي، رح تضلوا محجوزين هون لحتى تعقلوا، ما رح طلع ولا نفر منكن لحتى تصيروا بني ادمين. بس سيدي نحن كنا قاعدين وهن اللي تهجموا علينا، نحن ما بدنا منهم شيء. خلاص جمال عود. عود بس نحن ما دخلنا. خلاص إذا صار أي شيء بلغني فورا. تحت أمرك سيدي. وإذا صارت أي مشكلة ولا علوا مع بعضهم خبرني مشان حطهم بزنزانة أصغر مشان يعلقوا منيح ويفشوا كل غلهم ببعضهم. حاضر سيدي. بيوم من الأيام طلع صياد مع ابنه وراحوا على الغابة ليصيدوا، وفجأة وقع الولد على الأرض وصار يصرخ، وعلى قد ما توجع سمع نفس الصوت من الجبل وصار يسأل مين عم يصرخ. رد الجبل بنفس الصوت ونفس السؤال. تلفت الولد على أبوه لحتى يسأله وقال له شو هالصوت بابا؟ قام رد عليه الصياد وقال له هذا صدى صوتك. وحياتنا كمان بتشبه الصدى يا جمال، يعني الناس بتتصرف معك على هوا الشيء الموجود بقلبك. الناس اللي قلبها طيب بتصادف ناس مثلها، والناس اللي مانن مناح على طول بيطلع له الناس مثلهم بطريقه. يعني شو ما زرعت رح تحصده بالأخير، ولحتى يحبوك الناس لازم تعرف كيف تحبهم بالأول. وإذا ضليت تعادي الناس رح يجي يوم وما تلاقي في حدا معك، صدقني. يوسف أكباش، تعال نسجل إفادتك. تفضل.
معك حق انه تزعلي مني، بعرف انا غلطت بحقك وحق الناس، ما كان لازم اتصرف بهالطريقة، كنت خايف اخسرك لهيك ما عرفت شو لازم اعمل. انت ليش خايف تخسرني بابا؟ لما فكرت منيح قدرت افهم هالشي، انت بنتي وما في شي رح يبعدك عني، بعدين منيح انه سويتي هالفحص وهيك رح تعرفوا كلياتكم الحقيقة ونرتاح من هالقصة. بالأول كنت مفكر إنه هدول الناس نصابين، بس لما شفت قديشهم مصريين وقتها حسيت فيهم وقلت خلينا نسايرهم وخلص. ومثل ما قلتي أنتي ما في شي رح يفرقنا عن بعض. الحمد لله، عن جد أنا كتير مبسوطة منك بابا. الأستاذ يوسف والمختار الكل أسقط حقه، مشان هيك لازم تتشكرون، لأنه لو اشتكوا عليكم كنتوا انحبستوا وما حدا منكم كان رح ينفد، وفوق هيك كنتوا رح تخسروا شغلكم وكل تعبكم. خلص فيكم تروحوا. شكرا. استنوا رح نرجع كلياتنا سوا. لا نحن ما عاد قلنا شغل بضيعتكم، بدنا نرجع على ضيعتنا. كيف ما قلكم شغل؟ نسيتوا المنشرة؟ شو قصدك؟ نحن قلنا لكم من الأول بس ما صدقتوا، نحن لا رح نقلعكم ولا نقطع برزقتكم. بعدين ما تنسوا أنه أنتوا كمان صرتوا من أهل الضيعة هلأ، ونحن ما رح نستغلكم بالشغل مثل ما كانوا يعملوا بيت الأغا. كتر خيرك، كتر خيرك. نحن ما رح نقطع برزق حدا، والشغل بكفينا وبكفيكم. مشان الله تسامحونا، نحن غلطنا بحقكم. يعطيكم العافية. إيدك لبوسة مختار. استغفر الله يا زلمي، خلص خلينا ننسى اللي صار. عادي عادي، سامحونا يا أخي. الله معك. الله معك. شكرا. الله يخلينا ياكم، كتر خير. سامحونا. شكرا. شكرا. اسمعني منيح، دير بالك على الملفات، في أوراق كتير مهمة. خلص يا أغا، أنت ما تاكل هم. منيح. إيه إذا ما قدرت تضبط هالشغلة وقتها رح تخسر شغلك وتصفي بالشارع، بقى دير بالك منيح. حاضر. يلا روح. إن شاء الله انبسطتوا بالحفلة يلي ساويتوها مبارح. عامل حالك مو عارف إنك نزعت لنا فرحتنا، ما هيك؟ أنتي غلطانة، مو أنا يلي بعتتهم، هنن إجوا ليأخذوا حقهم. نحنا ما بناكل حق حدا، رح نخلي العمال يضلوا يشتغلوا بالمنشرة. بس أنا جاي لحتى أحكي معك بموضوع تاني، طول الليل وأنا عم فكر وما قدرت نام. وليش بقى؟ ما بعرف، بس قلبي حاسسني إنه في شي. ما انتبهت إنه عبدو حاول يحكي لنا شي بالمكاتب اللي تركها؟ إيه. ومبارح كمان بعت لك مكتوب. مكتوب إلي أنا؟ خليل بترجاك ما تخبي عني، أنت بتعرف إنه هالراعي اللي حكى عنه أحمد هو أخوك عبدو. حتى لو هو، شو بيعني هالحكي؟ بدي أعرف شو كتب لك. ما بعرف شو كتب، مكتوب ضاع مني قبل ما أقرأ، دورت عليه بس ما قدرت لقيه. يعني رح نضل هيك مو عارفانين شو هي الحقيقة؟ ليش، شو اللي لازم نعرفه؟ لا تكون قريان المكتوب، بس ما بدك تحكي لي. كبري عقلك شوي، أنت بتعرفي إنه أخي واحد مجنون. بعدين أنا رحت شفت هديك الشجرة وما لقيت شي. وأنا هذا اللي مخوفني كتير، كأنه في حدا ما بده يانا نعرف شو هي الحقيقة. شو مختار؟ بلش الشغل مو هيك؟ ماما مشان الله تحكي لها القصة. ماني فاضية هلا، بعدين بحكي لك اياها. اوف شو هاد؟ بدي شو هاي الورقة؟ خلص هاتها من ايدك. بعدين انت من وين جبتها؟ لما كنا مبارح بالقهوة لقيتها هنيك مرمية على الأرض، وشلتها وحطيتها بجيبتي، كانت محطوطة بقلب ظرف. ليكو معي، هذا هو الظرف.
شو مختار الظاهر عندك شغل كتير؟ لا هدول ما لهم علاقة بالانتخابات، هدول شوية ملفات بدهم تظبيط. شو أخي؟ ليش وقفت السيارة؟ والله بقى أنت تعطلت. شوف يا مختار، هاي طلعت لك شغلة جديدة، بدنا باص ما يتعطل أبداً. تكرم عيونك. شباب تفشوا لنا الباص حتى نوصل المختار على المدينة. لا حول ولا قوة. يلا يا رجال انزلوا. شو الباص التعبان هاد؟ لا مختار، انت بالذات لازم تدفش السيارة بيديك التنتين، ما راح يمشي الحال تشتغل بيد وحدة. مثل ما بدك. بدي احط الكيس وانزل معكم. حطوا. تفشوا يا رجال، تفشوا يا جماعة. يلا شدوا شدوا يا شباب. كمان كمان كمان. أبي كمان ناطر النتيجة. لا 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 يروح فكركم لبعيد. بارح حكاني واعتذر على اللي صار، بعدين هو قال لي إنه ما عاد عنده مانع ساوي فحص الدي إن إيه، هيك رح تبين الحقيقة ونرتاح كلياتنا. يعني هو بيعرف شو النتيجة؟ تفضلوا، هاي نتيجة الفحص. جيت مريم. تتذكر أخي، قلت لك في شغلات كتير، وإذا عرفتها بجوز تنصدم، وهلأ صار الوقت لحتى تعرفها. كان في طريق تاني لتعرف، بس الظاهر إنه ما في منه أمل، لأنه أمي مستحيل تتغير وما رح تعترف لك بأي شيء. لا تتعب حالك وتحاول معها، شان هيك حسيت من واجبي خبرك بكل شيء. صار لازم تفتح عيونك وتعرف قديش ظلمت لمريم وقسيت عليها. أنا ما قدرت واجهها، بقى يا ريت تقدر أنت. هزال خانو كبير تضيع، وقلنا خلتني أعمل شغلات ندمان عليها، وأفظع شغلة هي ابنك الصغير، ابنك يلي مات قبل ما يولد، واتهمت فيها هي المسكينة. مريم ما لها علاقة بشي، وهي بريئة من التهمة. أمي يلي عملت هيك لأنه هي اللي بدلت علبة الفيتامين اللي كانت تاخده مريم، وحطت دواء تاني بالعلبة، وهالدواء هو اللي خلى مريم تسقط الولد. بعرف إنك ما رح تسامحني، بس يلي بتمنى إنك تقدر تسامح أمك.
شو صار بالقهوة أم حسان؟ صار لازمك حدا يساعدك. يلا اجيت. طول بالك شوي. أوه. خير إن شاء الله يا بيك؟ صار لي زمان ما شفتك مبسوط ومروق هيك. من اليوم ورايح بدي ضل هيك مبسوط، لأنه بدنا نخلص من هالمصيبة بقى. ورح تعرف حنان إنه أنا أبوها الحقيقي. إيه، الله يقدم اللي فيه الخير. ليش ما اتصل الدكتور؟ ليش اتأخر؟ ألو؟ ليش اتأخرت كل هالقد يا زلمة؟ صار لي ساعة عم بستناك. إيه؟ طمني شو صار معك؟ يعني النتيجة مثل ما بدي؟ شو القصة خليل؟ شو في بهالمكتوب؟ جاوبني، شو كاتب لك عبده؟ كيف بدي اقول انه امي قتلت ابني؟ كيف بدي واجهها بعد اللي صار؟ خليل، يعني امي هي اللي قتلت ابني؟ معقول هي اللي قتلته؟ اسمعوا، ممكن تفاجئكم النتيجه. الحقيقه انا كنت متوقع النتيجه قبل الفحص، وبعد الفحص تبين انه توقعي كان صح. بالسطر الاخير كاتبين انه نتيجه الفحص ايجابيه، وهالشي بيعني انه العينات اتطابقت. وبرايي انت اللي لازم تشوفي هالشي بنفسك مشان تتاكدي. كان معك حق. زهرة طلعت أمي. نحن إخوات. أختي، حبيبتي، قلبي كان حاسسني. يا الله شو رح تفرح أمي لما تعرف. ماني مصدقة على حالي إنه لقينا بعض. خلص بعدي عني. شو صار لك حنان؟ قلت لك بعدي عني. خير؟ بعدي من وشي ما بدي اشوف حدا، بس انا بعرف شغلي معهم. بدي خليهم يندموا على اليوم اللي شافوني فيه، فكرهم رح ياخذوا مني بنتي هيك؟ والله لدفعهم الثمن، بورجيهم. يعني حنان عرفت الحقيقة يا بيك؟ مشان هيك أنت متضايق؟ في حقيقة واحدة وما في غيرها، وهالحقيقة إنه حنان بنتي أنا، وغير هيك كل شيء كذب. إيه، طيب. أنا اللي تعبت لكبرتها، وما رضيت أتجوز. كرمال ما تتضايق هي، وهلا ما رح خليهم ياخذوها مني بهالبساطة. مستحيل اسمح بهالشي. بس البنت من حقها تعرف مين هن اهلها.
لك كيف بتتجرأي وبتحكي هيك؟ حنان بنتي أنا وبس عم تفهمي علي؟ يلا خليكي أنت بشغلك يلا. حنان ليه عم بتعامليني بهي الطريقة؟ ليش خبيتوا عني هالشي؟ صدقيني أنا ما خبيت عنك شي، أنا كمان مثلك هلأ عرفت الحقيقة وتأكدت إنك أختي. مو أنتي، هو اللي كان لازم يقلي. عن مين عم تحكي؟ بعدين ليه هيك تضايقتي؟ أنا آسفة ما كان قصدي ضايقك أليف. حنان استني حنان، لوين بدك تروحي؟ خلينا نلحق يوسف. اختي لوين رايحة؟ حنان حنان استني حنان. حنان يا إلهي ما لحقنا. ليش يوسف؟ ما عم بفهم ليش هيك تضايقت من النتيجة؟ معلش أليف، لازم نطول بالنا عليها لحتى تهدى نفسيتها، لأنه باينتها مصدومة كتير. كأنها متضايقة من حدا تاني؟ عن مين كانت عم تحكي؟ يوسف أنا كتير خايفة عليها. بتصور أني بعرف عن مين كانت عم تحكي. تعي أليف. خليل مرتك حكت قدامنا كلياتنا إنها رح تقتل هالولد. أنا متأكدة إنها ساوت هالشي مشان تنزله وتخلص منه. عبدو احكي ليش هيك ساكت؟ أمي حاجة بقى اسكتي. طلعوها لمريم من العملية بس للأسف ما قدروا ينقذوا الولد. الله بيعوضكم. لا مستحيل هالشي، ماني قدرة أصدق. مستحيل، أمي بتضل أمي. لا مستحيل تقتل ابني. لا لا ليش هيك رحت خليل؟ شو اللي عم يصير؟ شو مخبي عني كمان؟ شايف كيف ضحكنا عليه بسرعة؟ مستحيل يعرف إنه بدلنا الملفات. والله تاريك مانك هين بنوب. بس يلي ما فهمته ليش ناطر هون من وقت ما وصلنا؟ مختار شو قصتك اليوم؟ اجيت على المدينة لتقعد بالكراج يعني؟ ليش قاعد هون من الصبح؟ شو صار معك فضل؟ طمني مشي الحال؟ كل شي جاهز يا مختار، خلصت الأوراق. كتير منيح، معناها صار لازم نرجع ونبشر أهل الضيعة. وادعي لنا ما يتعطل الباص مرة تانية حتى ما نتأخر كتير. يلا يلا لشوف. يلا شو كان قصده من هالحكي؟ والله المختار باينته ناوي على شغلة كبيرة. يلا أخي شو ناطر؟ مشينا. يلا شباب يلا. إن شاء الله ما يتعطل الباص فينا مرة تانية. لا تخاف ما راح يتعطل، الجماعة خلصوا اللي عليهم. أنا حاسس إنه نعرفوا بالملعوب وعم يحكوا هيك قصدا. والله إذا عرفوا إنه الشغلة ملعوب بدنا نتبهدل. مو المهم هني، إذا دريت الخانم وقتها بنتبهدل. يلا يا أخي امشي شو ناطي. بحياتي ما كذبت عليكي بشي،
وحبيتك كأنك بنتي الحقيقية، وبظن إنه هالشي ماله كذبة منوب. طيب وأمي؟ ليش ما حكيت اللي عنا؟ ليش خبيت عني الحقيقة؟ هيك وحدة ما بتستاهل تكون أمك، لأنه باعتك كرمال المصاري. هلا لا تذكرت إنه أنت بنتها يعني؟ نسي عن إنه أنت كمان اشتريتني بالمصاري؟ يعني أنت مانك أحسن منا بكتير بابا؟ اسمعي، شو عم بتساوي يا ابني؟ والله مالك أم. عن جد ما فيكي رحمة، لو بيطلع بإيديك اتقتلتك هلأ. خسرتي عبدو وهلأ خسرتيني كمان. جبرت أجل الفحوصات هاي الفترة، طلعت لي مشكلة كبيرة. خير إن شاء الله. بجوز اضطر سكر المدرسة عن قريب. شو هالحظ؟ هلأ عم تحكي عن جد؟ هذا اللي صار. يعني ما فينا نداوم بالمدرسة؟ ليش هيك صار عمو يوسف؟